وتفقد الطير فقال ما لي لا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي قال الإذاعة والتلفزيون العربي إلى منصة التلاوة فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون قل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن ثم آتينا موسى الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا ثم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا ثم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك
قل انتظروا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا إنما أمرهم إلى الله
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هذا المنطلق لما أصيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بمصيبة الموت لم يلطم خدا ولم يشق جيبا ولم يرفع صوتا، وإنما أراد أن يحقق بالفعل كما حققه من قبل، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن
لله وإنا إليه راجعون. من آي سورة الأنعام، وهي السورة الوحيدة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ومعها 70,000 ملك يزفونها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لارتباط بعض معانيها بعضها ببعض. تلا علينا فضيلة العلم القرآني النزاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. ليلة تكريم مراحلنا الكريم سيادة الدكتور محمد حسن النبي حبيب، فقيد عموم عائلة حبيب. أسأل ربي له الرحمة والمغفرة ولي ذلك والقادر عليه. باسم الأستاذ عبد الهادي حسن النبي حبيب والأستاذ مسعد حسن النبي حبيب والأستاذ سيد حسن النبي حبيب والأستاذ رجب حبيب والأستاذ كرم حبيب وآل حبيب الكرام الأعلام أصحاب الخلق والأدب والواجب في كل مكان، قدمونا بخالص الشكر والتقدير. السادة عمد ومشايخ القرى، السادة القضاة، السادة المستشارين، السادة أعضاء مجلس النواب الكرام، السادة مديرين أمن القليوبية العين الحارسة بعد الله عز وجل منبع الرجال والقادة والأبطال. شاكر لحضراتكم ولشاكر لعموم مشارك العزاء. نقلت هذه التلاوة من داخل أحدث الفراشة العالمية والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية، وهذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه تحت إدارة الحاج أشرف الأتروني بتوخ مركز بمحافظة القليوبية. نقلت هذه التلاوة أيضا عبر البث المباشر بالإنترنت قناة المهندس أحمد الجعبري. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.